سامسونج زد فليب من الهواتف المختلفة والمميزة، يجي بتصميم أنيق وألوان براقة وشاشة منحنية. مواصفات الجهاز: شاشة 6.7 إنش، كاميرا 12 ميجا بيكسل و10 في الأمام، وفي 8 جي بي رام وسناب دراجون 855 بلس، ويجي بذاكرة 256 غير قابل للزيادة، وبطارية 3300 ملي أمبير مع شاحن لاسلكي سريع وأندرويد 10. أول ما تشغل الجهاز عندك بعض التنبيهات تخص الشاشة عشان تحافظ عليه، ولما تمسك الجهاز تحس بشيء مختلف عن اللي تعودنا عليه الفترة الأخيرة وتتذكر الأجهزة القديمة. التصميم جدا جميل والاهتمام بالتفاصيل شيء رائع من سامسونج. جنب الكاميرا عندك شاشة خارجية صغيرة تعطيك التنبيهات والوقت والتاريخ والبطارية، وإمكانك تفعل الكاميرا الأمامية إذا تريد. الأزرار في الجانب مع زر التشغيل، والجانب الثاني عندك مدخل البطاقة، آخر شيء مدخل USB-C. الهاتف براق وهذا اللون عجيب، تحطه أي مكان عندك يضبط. الشاشة دايناميك أوموليد واضحة جدا، والتلفون أبعاده 21.9x9، وقيد لمشاهدة الفيديو بقياس 16x9 أو أبعاد التلفون الكاملة. الجهاز سريع للتصفح، والتصفح الانترنت أكيد سريع بيكون، وتزيد عليه تقدر تتصفح بهذا الشكل إذا حبيت، شعور مختلف مع الشاشة المنحنية. أو ممكن تستخدم الجهاز بهذه الطريقة، وبعض البرامج ممكن أنها تتقسم بهذا الشكل مفيد لمكالمات الفيديو مثلا. ضروري بعد أذكر الألعاب تشتغل بكفاءة عالية مع هذا الجهاز. وفي الأخير لازم أركز على الكاميرا، طبعا مثل ما متعودين على الأندرويد عندك إمكانيات كثيرة للكاميرا، وهنا عندنا بعض الصور مقارنة سريعة لتصوير الكاميرا العادي أو الكاميرا الواسعة. وحلو في الكاميرا بعد ممكن تقرب من الموضوع بشكل كبير مثل هذه التجربة، تفاصيل الصور تجيب شكل جيد وكذلك الألوان. والكاميرا الأمامية واضحة وتقدر تتحكم بالتنعيم والتفاصيل الثانية قبل التصوير وبعد تصور فيديو 4K نفس الكاميرا الخلفية، وعندك كاميرا واسعة أمامية. وهذا الجهاز وعندكم الرأي عاد.